إذن هذا جزء من أبرز التطورات في أوكرانيا. أهلا من جديد بضيوفنا الكرام. أبدأ معك أستاذ طاهر الصيام، البحث في العلاقات الدولية، هل من عنوان في أوكرانيا اليوم؟ العناوين كثيرة، بعضها يبرز ويخفت، لكن يبدو الآن أن الصراع الإعلامي والبروبوغاندا، رغم أنه منذ البداية غربي بامتياز، لكن يبدو أن الروس أيضا انتبهوا لهذا، ولذلك نجد خطابات بوتين الأخيرة بخصوص الدول الإسكندنافية، وقبل ذلك خطاب عيد النصر، يخاطب ويتوجه إلى الرأي المحلي الأوروبي. الخطاب أصبح الإعلامي والبروبوغاندا متبادل بصورة كبيرة من خلال تقارير الخسائر والنفي المضاد. في تصريحات روسية من بوتين من لافروف تتعلق بانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وكأنها تأتي كما يرى البعض كانعكاس للتطورات الميدانية ونتائج الحرب على أوكرانيا. سأخذ منك شرحا لهذه المسألة وفهما لها. أريد أن أخذ عنوانا أيضا من ضيفينا الأستاذ محمد عويس والدكتور محمود الأفندي. أستاذ محمد عويس، هل لديك عنوان لهذه الحرب الأوكرانية المستمرة؟ مستنقع وورطة لبوتين، فلاديمير بوتين، أخطأ وأخطأ الحسبان، ولكنه كذلك كشف ضعف القوات الروسية، وكشف كذلك على أن الخطر ما زال قائما، خطر الاتحاد السوفيتي أو مخلفات الاتحاد السوفيتي، عندما تقوم دولة كروسيا باحتلال أو محاولة احتلال دولة أخرى، جعل العالم كله تقريبا يتحد ضد الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وعلى هذه أنا برأيي، واسمح لي بالكلمة، العربدة في المنطقة. وأنا برأيي هذا صعد على مستوى العالم، ونرى ما يحدث الآن أن هناك فنلندا والسويد سيدخلون في حلف الناتو خوفا من تورط روسي جديد في بلادهم واحتلال بلادهم. الرئيس الروسي حذر، وهم أخذوا كذلك تحداهم، وهم وقفوا بوجهه وسينضمون إلى حلف الناتو. فلذلك يعني أنا يعني من الممكن، إذا بدك عنوان، مغامرات بوتين إلى أين؟